الاجهزه الالكترونيه الخوت ما كتلاقاش مع الهوميديتي. الا رديتو البال الهوميديتي راه 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 الحديد وكتصدي. هذاك البيسي اللي عندك لي كومبوزون اللي فيه اشنا هما؟ راه مكونين من دي مكونين من واحد من واحد المواد اللي هي معدنيه، اللي حديد مكون من هذا. فانت اخويا ملي تكونش باغي تخدم بشي حاجه، شي بياسه الكترونيك عرفتي، ملي كتشري شي صباط ولا كتشري كتلقى فيه شي خنيشات، هذوك الخنيشات، ولا ملي كتشري شي بياسه الكترونيك تلقى فيها شي خنيشات، هذوك الخنيشات اللي فيهم دوك العديسات دوك راه تيمسوا الرطوبه، ما باقيش ترميهم، ها جمعوهم وحطوهم عندكم لانكم غتحتاجوهم. وملي كنبغي شي بيسي ما بقيتش خدام به ولا شي تليفون ما بقيتش خدام به وانا ساكن فشي بلاصه فيها الرطوبه، كنهز هذوك الخنيشات وكنحطهم تنحطهم مع هذيك البياسه الكترونيك باش يمسوا الرطوبه. وهذوك الخنيشات راه ما تيكونوش مديورين غير هكا اعتباطا، راه مديورين على ود الرطوبه باش ما يجمعوش الرطوبه. فانت ملي كتكون ساسكن في شي بلاصه فيها الرطوبه بيسي حاطو ما خدامش به، مع الوقت اخويا الرطوبه كتبقى تاكل فيه تيخسر. والناس اللي تيسكنوا في المدن البحريه اللي قراب للبحر اللي قراب للرطوبه قراب للبلاج، وهذا راه من اكثر الناس اللي كيخرجوا تيخسروا لهم الاجهزه الالكترونيه لانهم تيتكالوا بالرطوبه.